السلام عليكم ورحمة الله. احنا اليوم بصدد تجهيز حوض من الألف إلى الياء للمبتدئين. زي ما احنا شايفين، أول شيء احنا مضللين، هذا مشبك ظل 70% ظل، ومن برا مع أنها جهة شمالية لأني أنا راششها بشيد. طبعا هاي تصفيط البلوك، تصفيط فقط لا غير، بدون بنى، ونظبط في الأرضية نقعدها قدر الإمكان حتى ما يكون عندنا ميل. لو كان في ميل بين أولها وآخرها 1 سنتي أو 2 سنتي ما رايح يكون عندي مشكلة. اللي بده يسأل عن شو اللون الأزرق، هاي كنت حاطه زمان كعازل بلاستيك مطحون، ولكن في الشتاء داعي له، لأنه تربة السهل بتكون بارد كثير في الشتاء. كل ما في الموضوع، هاي احنا صفطنا البلوك، هاي المرحلة الأولى، وهينا بنجهز في الأرضية بحيث وين في ميل أن نظبطه. بنقدر نستعين في الميزان، بنقدر نستعين في قطعة خشب طويلة حتى تفرجينا اذا في ميل او ما في ميل. زي ما احنا شايفين حاليا الساعة 10، كمية الشمس اللي فايتي شيء بسيط جدا، المنطقة الشمالية الشرقية سرعان ما انها رايحة تلف، سرعان ما انها رايحة تلف، ويظل بس ظل 70% اللي احنا حاطينه. طبعا في عنا احنا بلاستيك قديم مفزور، طبعا البلاستيك مش خميل من مرة، 12 ميكرون وسيء. طبعا جزء من سنتين موجود، انا حطيته في الارضية قبل ما احط البلاستيك الاخر اللي هو 650 ميكرون. 650 ميكرون في عندي من اول بلاستيك 650 ميكرون، له 6 سنوات ما شاء الله، فسهل التعامل معه وقوي جدا وبتحمل كل الظروف. رايحين نفرد البلاستيك 650 ميكرون، ولكن حطينا البلاستيك الأسود القديم من باب الحماية مش أكثر. السلام عليكم ورحمة الله. طبعا هاي أضفنا الماء، ارتفاع الماء لا يتعدى 15 إلى 20 سنتي. أنا راح أتعامل معكم كمبتدئ في الزراعة، ما رايح أستخدم خبرتي فقط لا غير كمبتدئ. فمعظم الناس بيحبوا أن يزرعوا مساحات ضخمة ولكن بكمية أزولة خفيفة. فاللي رايحين احنا نضيفه، هاي في عنا حمض الفوسفوريك وعنا الحديد فقط لا غير، مش رايح اضيف غيرهن. حمض الفوسفوريك ما انه عندي تقريبا 30 متر مربع، رايح اضيف تقريبا 150 سنتي من حمض الفوسفوريك، مش مشكلة وين ما اديرهن، درتهن هون، درتهن في اي مكان مش مشكلة. ليش؟ لان انا راح احرك الحوض اثناء الزراعة، وانا ببيع الدلو 18 لتر بزرع من 8 ل 10 متر زراعة حقيقية لواحد عنده خبرة. ولكن خلينا نقول كمبتدئ في الزراعة بجوز بده يزرع 30 متر وإمكانياته بتسمحش يشتري غير دلو، فرايح أضيف نفس الشيء حوالي 150 جرام من الحديد. وبعد ما أضيف الحديد وأحرك الحوض بنكمل الفيديو. رجعنا، طبعا هاي أضفت الحديد ولكن ما حركتوش لأني بدي أزرع، هاي جيب الدلو بدي أزرعه. أثناء التحريك للزراعة رايح الحديد يتحرك. طبعا ممكن حدا يسألني سؤال، كل في فيديوهات سابقة كنت تضيف الام بي كي. نعم صحيح، اذا انا زرعت الكمية المناسبة في الحوض بامكاني اضيف الام بي كي مباشرة، ولكن الام بي كي راح تعمل طحالب وانا حاطط كمية قليلة جدا. يعني رايح ازرع دلو، الاصل اني ازرع 4 بهذا الحوض، ولكن بدي احط دلو واتبع معكم اول يوم وثاني يوم وثالث يوم ونشوف شو راح يصير معنا. برجع لكم بعد ما نزرع او قبل ما نزرع. طريقة الزراعة المثالية، هاي عندي الحوض، عندي الدلو، بكبش اكبر كمية ممكنة، بحط ايدي في قلب المي جوا، بفلت جوا. ايش اللي رايح استفيده؟ اللي رايح استفيده انه رايح اطيش الازولة مباشرة، الجذور للاسفل والورق للاعلى، افضل من طريقة الرش او اي طرق اخرى. نكمل الفيديو بعد ما ازرع الدلو. طبعا هاي زرعنا الدلو كامل، يعني حقيقة الحوض بده 4 دلاوي حتى ينزرع، ولكن انا ازرع الدلو وراح اكمل معكم اليوم الثاني والثالث والرابع. من الاسئلة اللي كثير الناس بيسألوها اضافة الزبدة البلدي، انا والله ما بفضلها. احنا عندنا المي اغلى من الاسمدة، عشان اوفر شوية سماد مضطر اني اغسلهن بشكل منيح، لانه الاغنام بتنفر من رائحة الزبل، ممكن انه ننقل امراض. موضوع ثاني، التراب، التراب والله مفيد ومهم، ولكن ارتفاع 15 و20 سنتي ما بنقدر نحطه. يعني اكثر من شاب
يبلش بمشروعه ويحط تراب، وكل ارتفاع المي عنده 15 سنتي، فمباشره شو راح يصير عنده؟ راح يصير عنده تعفن في الجذور. اذا كان ارتفاع الحوض عندك 50 سنتي 60 سنتي وحبيت تحط لك 2 سنتي تراب، نعم بتساعد على نمو البكتيريا النافعه وبتحارب الطحالب، ولكن من الارتفاعات القليله انت معرض لتعفن الجذور عن تجربه حقيقيه. اتكلم الام بي كي والله انا حاليا برشها رش ورقي، ولكن اول 3 أيام 4 أيام مش رايح ارشها حتى يمتلئ الحوض، لانه الام بي كي رايح تساعد على نمو وتكون الطحالب. خلينا نسميها الجزء الاول من الفيديو تجهيز الحوض، التضليل، التسميد الابتدائي، الزراعه. راح نشوف بعد 24 ساعه و 48 ساعه و 72 ساعه شو بنعمل، وكله راح اعرفكم في نفس الفيديو، ويعطيكم الف عافيه يا رب. السلام عليكم. طبعا هاي بعد 40 ساعه من الزراعه، طبعا انا وقعت في خطا، راح اقرب الصوره. شايفين هاي الطبقه؟ هاي طبقه زجاجيه. الخطا اللي وقعت فيه وكان لازم اني ما اقعش فيه، اني اضفت الحديد، لازم اخرت الحديد، لان الحديد بيساعد على تشكل الطحالب، فما تقعوش في الخطا اللي انا خطا وقعت فيه. اللي راح اعمله حاليا اني راح احرك، لما احرك هاي الطبقه بتتكسر وما بنشا عندي طحالب. باذنه تعالى على 72 ساعه بنشوف قديش راح يكون حجم الاوزون اللي بالحوض، والحمد لله النتائج منيحه ومبشره. اتوقع باذنه تعالى على 96 ساعه راح يكون عندي الحوض ملان باذنه عز وجل، وبعدها ننتظر حجم الورق انه يكبر. لما يكبر حجم الورق بتضاعف الانتاج مره واحده، ويعطيكم الف عافيه يا رب. بسم الله ما شاء الله لا قوة إلا بالله. هي بعد 72 ساعة من الزراعة، وبالرغم من وقوعي في خطأ إضافة الحديد، اللي ما بنصح أي أخ من الإخوان أنه يضيف الحديد إذا كانت كمية الأوزون غير كافية إلا بعد ما يمتلئ الحوض، لأنه سببت لي طبقة زجاجية كانت راح تؤدي إلى وجود طحالب. يعني توقعاتي بإذنه عز وجل اليوم السابع أني راح أبلش أني أقطف منه. ما شاء الله هاي الحوض امامكم، مع اني لم ازرعه الا في ربع الكمية اللي لازم اني ازرعه فيها. يعني لو انا زرعت الكمية كافية يمكن ان اليوم الرابع ابدأ في الحصاد. طبعا يا اخوان حتى نرد نعيد باختصار، الزراعة للمبتدئين بطريقة احترافية، اهم شيء التضليل، يكون عندنا مشبك ظل 70% ظل، هاي الجهة الجهة الشمالية ما فيها شمس ومع هيك انا داهنها. نضيف حمض الفوسفوريك 5 سم لكل متر مربع، ونزرع الاوزولا ونحافظ انه ما يصير عندنا طبقه زجاجيه. بعد ما يمتلئ الحوض زي هيك بنقدر نبلش ان نرش عناصر صغرى، واذا كان عند اي احد من الاخوان في بوتاس سائل، لو حط 2 سم على كل لتر مي ورش له 2 لتر على الحوض فيها 4 سم بوتاس، رايح يساعد على تكبير حجم الحب، ويعطيكم الف عافيه يا رب.